وين؟ التقرير اللي حضرتك أشرت له الآن يتحدث عن الدستور، من الدول القليلة في العالم التي يسمح فيها الدستور بحمل السلاح الولايات المتحدة. الدول الأخرى مذكورة في الدستور. الدول الأخرى الدول الأخرى مسموح حمل السلاح بموجب قوانين وليس بموجب الدستور. نحن نتحدث عن أعلى هرم تشريعي في الولايات المتحدة هو الدستور، وعملية تعديل الدستور وبالتالي عملية إعادة صياغة النص الذي يسمح فيها هي ليست من العملية بسيطة، هي العملية تحتاج إلى إجراءات معقدة جدا من أجل إعادة تعديل الدستور، خاصة في ظل اللي تفضل فيه الزميل اللي هي القيود الكبيرة على تعديل الدستور. لهذا السبب فالمواطن الأمريكي يرى أن هذا الحق بحمل السلاح هو ليس بموجب القانون وإنما بموجب الدستور الذي لا يستطيع أحد أن يعدله بهذه السهولة. على الإطار التاريخي شوي لهذه النظرة، ليش بالدستور في الموضوع؟ لأنه قامت الولايات المتحدة على هذه المجموعة من الأفراد البسيطين العموم الذين قاموا وحملوا السلاح وقاموا بالثورة ضد ملك بريطانيا وأسسوا هذه الجمهورية الجديدة التي تشبههم. في الدستور we the people، نحن الشعب نقرر 1-2-3، وبالتالي هذا السلاح هو أساس في تكوين بلدنا وهو أساس في ثقافة بلدنا وما نريده في هذا البلد الجديد. مشان هيك هي في المادة الثانية يعني من الدستور، يعني ليس صدفة، يعني متجذرة كحق من أكثر من حق، خليني أقول عمود من عواميد التي أسست عليها الولايات المتحدة.